القدرة التدفقية القناة مكتوبة تقول العبور خلال قناة السويس أوروبا من غير قناة السويس تدبل تندبل تدبل يعني. دي خريطة طريق حرير. بتقول إيه؟ بتقول في طريق حرير بري، في طريق حرير بحري، في طريق حرير جوي، في طريق حرير سكتي، في طريق حرير أنبوبي يعني زي بتاع البترول مثلا زي خط السمن يعتبر طريق. فإحنا الطريق البحري قناة السويس. أنا بأمل إن الطريق الحرير البري جزء منه يجي عندي المنطقة الاقتصادية. ما هو مش شرط الطريق يبقى طريق أسفلت يعني، لا يعني التجارة الصينية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا المنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد أو في المنطقة منطقة القناة لو أنا عملتها منطقة اقتصادية بالصورة اللي أنا بحلم بيها وأي حد بيفكر كويس يحلم بيها زي المناطق الاقتصادية اللي أنا ذكرتها سنغافور أو دبي أو هونج كونج أو كولون في بين أمريكتين، يبقى أنا في الحالة دي الصين تيجي تحط مصنعها هنا وتدي تاخد الخامات من أفريقيا رخيصة وتدي تبعت للمنتج النهائي بتاعها لأوروبا أو لأمريكا أو تبعها لشرق آسيا الأقرب ليها الأرخص ليها يتعمل هنا. بس لازم أكون أسهل ما بقاش زي المنطقة الاقتصادية بتاعت السويس اللي ما نجحتش، لكن عاوزين المنطقة كلها دي تبقى كاملة إن شاء الله مثالية وإن شاء الله ونمتلك إن احنا هنوصل إن شاء الله هنوصل لذلك. أنا بشكر حضراتكم جزيلا في اختمال